صباح النور. أهلا وسهلا فيك سيد بسام، تفضل. يعطيك العافية. أنا ما بعرف يعني ضيفك حقيقة أقصط علينا وكأن نحن عايشين في غير يعني قمر بالمريخ. يعني أول شغلة موضوع اللاجئين وما بقدر بتواصل معهم، أنا بقدر بوصله هلا على بس سمعونا الصوت بالاستوديو، تفضل. ألو 300 ألف. أنا بالنسبة لضيفي الكريم عم بيقول إنه ما خرج يتواصل مع اللاجئين وما دعم معهم. أنا بقدر بوصله بشكل مباشر مع 300 ألف مو واحد من اللاجئين الهاربين من قصف النظام وجرائم أمثاله. فهؤلاء حتى قناة الجديد وكل قنوات العالم تستطيع أن تتواصل معه بشكل مباشر. وحقيقة إذا بده يكذب الإنسان يبعد شهوده، فهذا الحدود مفتوحة وهذا الأمر واضح جدا، وعليه أن لا يمثل تمثيل وكأنه في حالة سويسرية. أنا بدي أطلب منك لو سمحت، نحن عم نسمعك، بدي أطلب منك بس لو سمحت يعني ما نخرج عن إطار التلفظ باحترام وبأدب، تفضل. الشعب يذبح، يقصف بالطائرات بالبراميل، وهذا يكذب على برنامجكم يا أنت العزيزة. الشعب يذبح يوميا، البراميل بالبراميل متفجرة. يقول بالنسبة للمختطف عبد العزيز الخير بأنه لا يعرف أين، وإذا كان يعني أعتقد واسمحي لي أنه يحضر نفسه، وهو رئيس هيئة التنسيق قال بأنه احتجز على قريب الحاجز الذي يشرف عليه الجيش النظامي. فعلى الأقل يحكي الحقيقة ويعطي أرقام تليفوناته. اما بالنسبه للبعض الضباط يقول بانه اختطفوا نتيجه ان لديه مثلا ولد جاءوا بعد 5 سنوات، فاقول له يعني عندما تقصف مدن بكاملها كدير الزور وحمص وحماه، وهؤلاء الضباط هم من اهلهم في داخل هذه المدن، فيعني يعني كيف لا ينشق ويرى اهله تقتل دم عينيه بالبراميل المفجره وبالصواريخ؟ يعني حقيقة شيء غريب أن يدعي هذا. طيب بس حضرتك يا أستاذ بسام، حضرتك عم بتظاهر الأمر وكأنه الأمر من ميلة واحدة، طيب ما أنتم اللي عم تعملوه كمان لا يختلف. لا لا أبدا، عم تخطفوا وعم تقتلوا وعم بتفظعوا وعم تقصفوا مدن وعم تقتلوا عالم، فلما بتتساوى العملية، لما يعني عندما يكون الإنسان بيته من زجاج لا يستطيع أن يراشق الناس بالحجارة. الله يرضى عليكي، أنت تحاسبي على هذا الكلام يوم الحساب. أنت تعرفين والعالم يعرف بأن من يقصف بالطائرات هو النظام السوري، من يقصف بالمدفعية هو النظام السوري، ليس لا نملك نحن هذا. حتى يعني امبارحة لجنة حقوق الإنسان ونتيجة الضغط والغطاء الإسرائيلي المباشر للنظام الطائفي في سوريا انحازت إليهم. فحقيقة هذا النظام مغطى إسرائيليا بكل معنى الكلمة. يقول بأن تركيا تتدخل، والحديقة الخلفية تركيا لو أراد تتدخل فعلا لولا الضغط الأمريكي عليها ولولا التهديد حقيقة حتى بمنعها من الدخول الاتحاد الأوروبي. سيد بسام، حسمت الموقف داخل سوريا 6 ساعات فقط يسقط هذا النظام. سيد بسام، إذا كان هذا النظام مغطى إسرائيليا، أنتم من مين مغطيين؟ من الشعب، من الشعب وإرادة رب العالمين ما يحصل. الأرض أنت ترينا الطائرات تقصف والشعب يذبح والعالم ساكت. طب ما أنتم أيضا مغطيين أمريكيا وأوروبيا، وما أنتم كمان مغطيين يعني مش نازلين. آنستي غير صحيح مطلقا. أنت يعني ما فيك تحكي هيك بالوقت يلي الدول يلي عم بتغطيكم وتمدكم بسلاح وتسلحكم وتمولكم هي عم تعترف بهذا الموضوع. يعني صحيح ما حال، فاذا الدول العربيه والدوليه كذبين وانتم صح. يعني بالعكس هي السعوديه وقطر هي هن مواقف المعلنه وبان لم يسلحوا الثوره السوريه، ولو كانوا يسلحوا الثوره السوريه لسقط النظام خلال اسبوع. ليس هناك دوله قالت بانني امد النظام او امد المعارضه باي نوع من السلاح، ولو كانوا يمدون لسقط النظام. استاذ بسام وين موجود انت؟ اين تسكن؟ انا على الحدود السوريه بتركيا حاليا. ميلة سوريا ولا ميلة تركيا؟ ميلة سوريا. منيح فينا نشوفه. نعم، فإذا كان ضيفك العزيز. طيب عم يسألك دكتور حيدر، بيقدر يشوفك؟ بيقدر يجتمع معك؟ ولو أنا حاضر وموجود، وأعتقد بأن هذا كلام عم بحكيه على الهواء. يعني هذا بيع كلام. لا صدقني أخ علي، أنا مدرك وضعك تماما، وأنا مدرك أنك تمارس التشويح الإعلامي كما يمارس القتل على شعبنا السوري. هذا كلام أنا مستعد لأخذ قناة الجديد. نلتقى ببيروت أينما تريد أخي العزيز. جاهز نلتقى ببيروت؟ طيب عم يسألك دكتور علي، عم يسألك جاهز أنه تلبي دعوته وتلتقي معه ببيروت؟ حتى جماعة حزب الله يعني ياخذونا على كل، يعني أنا حاضر ولكن عم تتراجع.
عم تتراجع. وين بدك؟ وين بدك؟ بموسكو. وين بدك تلتقي؟ وين بدك تلتقي؟ بنلتقي بموسكو. بموسكو تقبل تلتقي في موسكو؟ انا مستعد حتى في موسكو، مع انه هناك خطوره بس لا باس. حتى في موسكو نعم انا مستعد، ولكن هناك اقرب، هناك اقرب، هناك عمان، هناك اسطنبول، هناك انطاكيا. اسطنبول يعني في اسطنبول يمكن في كمان ما يشبه حزب الله بالنسبه لدكتور علي خيبروني. لا انستي والله انا معروف الموقف التركي يعني. يا استاذ بسام لنحكي. نعم نعم استاذ بسام تفضل. انا بحبك لان احب الناس الى امه مريضهم حتى يشفى وبعيدهم حتى يعود. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب وبعيدهم حتى يعود، بدنا اياك ترجع يا استاذ بسام. الله يخليك يا استاذ علي. هذا البلد بلدنا كلنا استاذ بسام. اذا بتريد تركتك تحكي وبدي احكي. هذا البلد بلدنا كلنا، يتسع لنا كلنا، والحل بان نبقى في سوريا جميعا وان نجد حلا لنا جميعا، وليس على قاعده لا التشبيح ولا التدبيح. لا شبيحه ولا دبيحه، لانه في شبيحه وفي دبيحه. نعم شفناه. فلذلك بدنا نكون ضد اثنين يا استاذ بسام. هذا واحد. طيب اثنين حضرتك حاضرين. المستشار حاضرين. السياسي بدنا نحكي سياسي، ما بدنا نحكي شعارات. نعم. انت عم نعم. تحكي انا رقم هاتفي حطيته على الهواء مباشره 0933-26-2877. بتمنى منك تبعث لي رقم هاتفك اس ام اس على هذا الرقم، لا انا اتواصل معك مو انت تتواصل معي. انا جاهز وانا دائما اقول بان يدي ممدوده للجميع لنلتقي. وانا مستعد على التواصل. 3 باسطنبول يا استاذ بسام، انت تعرف انه في طلاب سوريين مواليين عم يتعرضوا للضغط لانه طالب، لانه موالي ولا يقف مع المعارضه، وانهم في انقره هجروا من جامعاتهم. فبدك يعني روح على انقره واسطنبول يا استاذ بسام؟ الله يسامحك يا استاذ بسام. بس لكمل لك بدك بالاسماء بعطيك. استاذ بسام هلا بترجع بترد، بس خلينا نسمع دكتور علي برجع بعطيك الرد لك لحتى لي التشويش ما بيفيد، ما بنعود نسمع الجمل مزبوط. 4 برجع بطلب، عم تحكي عن حضرتك عن 300,000 في المخيمات، انا فعلا راغب بان اتواصل معهم وانا عم حط رقم هاتفي واتمنى بان يترك لهم الفرصه بان نتواصل مع بعض. 4 و5 ما بعرف وين صرنا. الاستاذ عبد العزيز الخير، انت فيك تسال عائله الاستاذ عبد العزيز الخير وعائله الشباب مين اللي عم يتابع ملفين وانا وين دوري بهذا الموضوع، وان كنا وصلنا الى نتيجه ام لم نصل. اما شو حكى الاستاذ حسن العظيم، فهي الاستاذ حسن العظيم موجود وفي يطلع ويقول انه متاكد من انه موجود في مكان ما، لان حقيقه الامر ليس هناك من معلومات دقيقه، وانا اتكلم باسم الجميع. أين اختطف وفي أي ساعة؟ لأنه غادر المطار وبعد 30 دقيقة من مغادرته المكان كان بعده هاتفه شغال، وكان بعده عم يحكي على الهاتف، وكان رايح باتجاه أحد ضواحي دمشق، وبعد 30 دقيقة بيكون خلص كل طريق المطار. أستاذ بسام إذا بتريد، أنا متابع الملف بدقة وأنا برجع بقول لك حتى الآن لا يوجد معلومة دقيقة أين هو. لا أقول بأنه غير موجود في مكان ما، أقول ليس هناك من معلومة دقيقة، وأنا أتابع وأنا ضد توقيفه هو أو غيره من السوريين. ولكن يا أستاذ علي يعني أستاذ حسن عبد العظيم أكد بأنه لم يخرج عن حاجز الجيش النظامي، وهو بالتالي حتى حدد عند المخابرات الجوية. أعتقد بأنك بأن توضح يا أستاذ بسام. أستاذ بسام إذا بتريد نعم عم تقول ما لم يخرج عن حاجز النظامي، أنا ابني استشهد واغتيل على بعد 2 كيلومتر من الحاجز النظامي، لا يعني إنه ما في حواجز نظامية اليوم في كل سوريا. وأنت حضرتك بتعرف إنه على بعد 200 متر من الحواجز النظامية أحيانا عم تصير عمليات اختطاف. إذا أنت بتعرف شو في على الأرض وشو في بالساحة، إذا بتريد خلينا نترك الموضوع مفتوح ونبحث أكثر لنصل إلى الحقيقة وإلى النتيجة، وعندما يظهر في مكانه صدقني رح أكون أنا وياك بمحل واحد في الدفاع عن هذا الرجل، لأنه أنا لا أقبل أبدا أن يوقف له ولا غيره لأسباب لحرية رأيه ومعتقده وأدائه وموقفه السياسي. أستاذ علي الله يعطيك العافية، الكلام عم تحكي. أخيرا بدي أحكي مشان موضوع المساعدات يا أستاذ بسام، مو أنا أحكي. وزير خارجية قطر تكلم في طهران كلاما واضحا بأنه دفع 12 مليار دولار لمصلحة الثورة السورية، بالمقابل كل دول العربية لم تدفع قرشا واحدا. إذا تريد خليني أكمل يا أستاذ بسام. صحيح لا هذا الكلام اسمح لك. طيب كذبوا كذبوا للرجل أنت مو أنا. بس أكمل الفكرة، في الوقت الذي لم تدفع فيه كل الدول العربية قرشا واحدا. أستاذ بسام لو سمحت، لا بدك تسمع للآخر وترجع تحكي قد ما بدك، ما عم نسمعكم يا انت، لانه خطي ممكن ينقطع حقيقه. طيب تفضل رد عليه وبعدين هو يرد علي.
يلا. بالنسبه لموضوع 12 مليار غير صحيح نهائيا، هذا الوزير الخارجيه القطري موجود، لم يصرح ولا يعطي اي شيء، والله هذا المجلس الوطني لم يصل اليه من قطر سوى مبلغ 10 ملايين دولار فقط. ما بعثتوا لنا من شيء كمعارضه. وبالاضافه الى الشيء الاخر بالنسبه يعني انت تتكلم بكلام وكانك توحي بانك يعني مع الثوره، واتمنى من قلبي انا نكسبك الى جانبنا وتاتي الى جانبنا وان ترى الحقيقه وان تبتعد عن البعد الطائفي الذي انت فيه. الله يسامحك الله يسامحك. لا هذه كبيره يا استاذ بسام اذا بتريد. شخصي شخصي ضدك، اثق بالله العظيم واقول هذا. شكرا لك شكرا لك. أتمنى من كل قلبي بأن تكون مع الثورة السورية، أن ترى الحقيقة، أن تأتي إلى أرضها، ونؤمن لك الضمانة الحقيقية، وأن ترى الوضع الذي تفعله، وتقول بالنسبة للطلبة السوريين، أنا أصدقائي الطلبة السوريين الذين هم حتى مع النظام نتكلم معهم، لم يتعرض منهم إنسان لأي ضغط. بعطيك أسماء أستاذ بسام. أخي والله يا أستاذ أنا أسمح أن أقول الحقيقة والعالم يشهد على هذا، كأنهم هم قسم من عندهم من يمارس التشويه، كانوا الآن لم يستطيعوا لأن الوضع فرضا بين يديهم والنظام ساقط إن شاء الله لا محالة، كانوا يمارسون التشويه علينا بكل معنى الكلمة، يمارسون الضغط علينا والمراقبة، ولكن الوضع بإذن الله عندما رأوا وضحت الصورة وضحت الصورة أستاذ بسام. يعني حقيقة الأمر شكرا في شيء بعد بده يحتاج لنقاش؟ لا ما بتصور. أول شيء أنا شكرا كثير له على المداخلة أستاذ بسام الدادة.